الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذه الحلقة الثانية عشرة من سلسلة فوائد أبوية من القصص النبوية. الهدف ديالنا من هذه القصص هو نستنبطوا واحد المجموعة من الدروس والعبر من قصص رسول الله، لأن أحسن القصص هي قصص القرآن الكريم وقصص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ديال اليوم غادي نشوف فيها واحد المشهد من المشاهد ديال خوف الله سبحانه وتعالى. واحد الرجل أسرف على نفسه من الذنوب، بمعنى ارتكب واحد عدد كبير هائل من الذنوب ومن المعاصي، لكنه من شدة الخوف وصى ولاده واحد الوصية غريبة. أوصى أبناءه وصية غريبة. في هذا الحديث اللي كيحكي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، قال كان رجل يسرف على نفسه، ماشي فقط يذنب، يسرف على نفسه لما حضرته الوفاة، لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني. شوفوا هذه الوصية الغريبة، قال لهم شوفوا إلا مت أراه الحل اللي تيظهر لي باش ننجى من العقاب الشديد والعذاب الأليم ديال الله هو أنكم تحرقوا الجثة ديالي. إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. في واحد الرواية قال لهم ثم ذروا نصفي في الجبال في الرياح ونصفي في البحار. قال هو زعما باش ما يبقاش ليه الاثر. هذا التصور ديالو. ما استحضرش ديك اللحظه اللي كيقول هذا الكلام، ما استحضرش ان الله على كل شيء قدير. هو استحضر ان الله شديد العقاب، فعلا استحضر ان الله شديد العقاب، ولكن ما استحضرش ان الله على كل شيء كيف ما كان هذا الشيء على كل شيء قدير. فقال لهم الحل الوحيد باش ننجى من العقوبة الشديدة بسبب هذا الذنوب، لأن ديك اللحظة اللي كينقول تحضروا ليه كاع الذنوب قدام الشيء دار أكل أموال الناس والاعتداء على الناس والبعد عن الدين والبعد عن الصلاة المعاصي، يعني جميع أنواع الذنوب التي تخطر على البال استحضرها كاملة. لذلك خصنا نقولوا الإنسان يخاف على راسه، راه ديك اللحظة عاد كيبانوا الإنسان، عاد كيبانوا الإنسان الذنوب ديالو والمعاصي ديالو ودوك يعني الأمور الخطيرة العظيمة اللي دارها في حياته. فقال لهم شوف بمجرد ما تفرق الروح ديالي الجسد ديالي حرقوني حتى نولي رماد ولا بقى شي عظمة ولا شي حاجة، اطحنوني يعني يولي كل شي غبرة. النص غتديوه لرؤوس الجبال باش يصوتوا فيه الرياح وينتشر يولي ذرات في الرياح، والنص غتديوه لأعالي البحار ولوحو تما ياكلوه الأسماك، وبالتالي ما غيبقى فيا ما يتجمع نظره هو. فلما مات فعل به ذلك أولاده، أي أولاده طبقوا الوصية، حرقوه وطحنوه والنص لحوه في البحار والنص لحوه في الجبال. فأمر الله الأرض، الله القادر على كل شيء، أمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك ففعلت. وفي رواية قال الله للذرات التي في الرياح وللذرات التي في البحار
كوني فلانا فكانت فلانا، أي اجتمعي فكوني فلانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا هو قائم، فإذا به هو هو بشعره بعينيه بحاجبيه بلسانه بفمه بأنفه بيديه برجليه، هو هو كما خلقه الله. فوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فسأله الله سؤالا، وهذا السؤال مهم، هذا السؤال مهم، بقاو نستحضروه، نستحضروه دائما في المواقف. هذا السؤال شنو قال له الله تعالى؟ ما قال ليش شنو درتي، قال له علاش درتي هذا الشيء، ما حملك على ما فعلت، ما حملك على ما صنعت، اشنو اللي جعلك تدير هذا الشيء، شنو اللي خلاك تدير هذا الشيء هذا؟ قال: خشيتك يا رب، خشيتك يا رب، وفي رواية: خشيتك يا رب، خشيتك أي خفتك. هادشي اللي جعلني ندير هادشي هو الخوف ديالك والخشية ديالك، لأن خفت من العقاب ديالك الشديد يا رب. فماذا قال له الله؟ قال: اذهب فقد غفرت لك. الله أكبر، ما أعظمك يا الله، ما أعظمك يا رب، ما أعظمك يا غفور، ما أعظم حلمك، وما أعظم رحمتك، وما أعظم مغفرتك. ونحن نرجوك، ونحن في هذا الشهر الجليل العظيم، أن تغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تجعلنا من عتقائك في هذا الشهر العظيم. الله تعالى قال له: اذهب فقد غفرت لك. شوف، رغم أن هذا الرجل الظاهر في فعله أنه شك في قدرة الله، واللي شك في القدرة ديال الله هذا راه نوع من الكفر، الإنسان يشك في القدرة ديال الله تعالى. ولكن ربي كريم لما علم الذي جعل هذا الإنسان يفعل هذا الفعل هو خوف الله وخشية الله، فغفر الله له. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ماشي فقط أذنبوا، أسرفوا، أسرفوا أي أكثروا من الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما تقنطش من الرحمة ديال الله كيفما كان ذنبك، كيفما بلغت ذنوبك، ولكن في نفس الوقت، نفس الوقت إياك أن تأمن مكر الله. هي كيجيك الشيطان يقول لك: غيديرها، راه ما كاين باس، راه غدا غادي تتوب وكل شيء غيتمحى. المغفرة ديال الله كاينة، الرحمة ديال الله واسعة، ولكن لا تدري بماذا سيختم لك أيها الإنسان. فدائما تعيش ما بين الخوف والرجاء، تستحضر خوف الله وتستحضر الرجاء في رحمة الله. ولعل من الدروس الكبيرة في هذا الحديث أو في هذه القصة هو هذا الخلق اللي ما كنستحضروش مع المخالفين، خلق ديال ما حملك على ما فعلت، شنو اللي جعلك تدير هذا الشيء هذا. وهنا حضرتني القصة ديال واحد العالم، واحد العالم كان عنده واحد تلميذ بار، تلميذ مخلص. واحد النهار كيطوف بالبيت العالم، كيطوف بالبيت وإذا به ثلاثة ديال المرات كيتصادف مع داك التلميذ ديالو حدا الكعبة وهو كيطوف، والعين على العين، والتلميذ ما تيقول ليه السلام عليكم. سبحان الله، هذاك الشيخ، هذاك العالم شك في راسه، قال: هذا التلميذ ديالي البار المخلص علاش ما سلمش عليا؟ شنو وقع؟ ياك ما شي فتنه دارت ليه في راسه، ياك ما شي حد صات ليه في راسه، ياك ما شي واحد قال له عليا شي حاجه، ياك ما ياك ما. ولكن قرر هذا العالم
أنه يستخدم هذا الخلق، هذا الخلق الرباني، هذا الخلق النبوي، هذا الخلق الإسلامي، هذا الخلق ديال العظيم ديال ما حملك على ما فعلت. شنو اللي جعلك تدير هذا الشيء؟ هذا قال لك جبت الدورة ولقيت وحدة الكعبة، هز يديه تيطلب الله، وقفت عليه وانا نسوله، قال لك قلت له شنو اللي جعلك ثلاثة المرات وانا كنت تشوف معاك والعين في العين ولكن ما سلمتيش عليا، ياك لاباس، ياك ما درت لك شي حاجة، شنو وقع؟ قال له يا إمام والله ما رأيتك لا في المرة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، ما شفتكش نهائيا، علاش ياك لاباس شنو وقع؟ قال له راه أنا الآن في واحد الموقف صعب جدا جدا. شنو هذا الموقف ياك لاباس؟ قال له ودي وقعت واحد الحادثة، حادثة سير مات فيها الأب والأم ديال الزوجة ديالي، باها ومها بجوج جايين عندها وداروا حادثة في الطريق وماتوا بجوجهم، وصلني الخبر وأنا الآن غادي نمشي لعندها وهي راه كتسناهم فرحانة فرحانة بهم وموجدة لهم الغداء وكذا ويعني كتنتظرهم بحرقة، ولكن ما عرفاتش باللي راه ميتين بجوج، وأنا الآن كنشوف الطريقة باش نبلغ لها الخبر، الوسيله راه داك يبان لي الظلام، انا كنطوف على الكعبه وجيت هنايا حدا الكعبه نطوف بالبيت سبعه الاشواط وكنطلب ربي يلهمني يلهمني شي كلمه نقولها لهاد الزوجه، ويلهمني الصبر ويلهم هاد الزوجه ديالي الصبر في الابوين ديالها. هادشي علاش ما شفتكش يا امام؟ فلذلك الا شفنا شي واحد شفينا شي شوفه ناقصه او ما شفنا شي او لا كذا، نسولوه هاد السؤال، ما حملك على ما فعلت؟ شنو اللي جعلك دير هذا الشيء؟ فلعلنا نلقاو شي سبب من الاسباب باش نعذروا هذاك الانسان. هذه قصتنا اليوم، فيها دروس كثيره وعبر كثيره، اعظمها ان لا نقنط من رحمه الله، وان نرجو دائما رحمه الله الواسعه مهما كانت ذنوبنا، وفي الجهه الاخرى ان لا نطغى وان لا نتجبر وأن لا نسرف على أنفسنا من الذنوب، ثم أن نكون من أصحاب هذا الخلق العظيم اللي هو خلق ما حملك على ما فعلت. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول، والحمد لله رب العالمين.